مساءكم ماري جوري، أحلى متابعين، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. طبعا اليوم حبيت أغير بالفيديوهات، يعني مو كل خياطة، فحبيت أصور لكم اليوم هذه الكنافة. طبعا هنا عندي هذه شعرية الكنافة. طبعا بناتي أكو أنواع شعرية بهذا اللون، اللون برتقالي، وأكو ما بيها لون، يعني شعرية عادية. فبنات انا اخذت من هذه وراح اسويها بالقشطه، وهنا عندي هذا الزبد، هذا راح اموعه. بنات هذا البايركس اللي راح اسوي به الكنافه، دهنته بالزبد. بنات بالزبد دهنت البايركس القالب، وهذا هنا موعت الزبد الباقي. وبنات راح اديره على الشعريه واخلط الشعريه كلها بهذا الزبد. بنات طبعا ينطيها نكهة كلش طيبة حبيباتي. وهنا بعد ما خلطتها بنات، لانه هدا اشتغل بايد واحدة حبيباتي وايد اصور بيها، فهنا خلطت الشعرية كلها. هسه راح اخلي نصها بالبايركس بالقالب. بنات شوف حبيباتي، وراح اساويها. طبعا حبيت اغير شوي بالفيديوهات، وان شاء الله اقدم لكم فيديوهات جديده، بس ان شاء الله المره القادمه راح يصير التصوير اوضح، لانه الستاند عند ابني يعني وما قدرت اخذه من عنده، هو كان يصور بي. حبيباتي هنا خليت شعريه، وهنا ساويتها طبعا بنات، وضغطت عليها، يعني مو بس هيجي، ضغطت عليها على بالبايركس. يعني هنا خليت القشطة وساويتها بنات بهاي الطريقة، وراح أدير هسه القسم الثاني من الشعرية فوقها. طبعا هي تصير بالجبن همينة، بس أنا أولادي قالوا لي سويها بالقشطة، فسويت لهم إياه بالقشطة، يعني الشي اللي هم يحبوه أنا دائما أسوي لهم إياه. هنا بعد ما ساويتها، وطبعا هم بنات ضغطت عليها، شوفوا حبيباتي صارت ثلاث طبقات. الطبقة الأولى الشعرية، والوسط القشطة، والطبقة الفوق أيضا شعرية. ضغطت عليها بنات، لازم نضغط عليها يعني حتى تكون متساوية. هسا راح أخليها بالفرن بالأوفن تستوي وأطلعها. هنا بعد ما استوت وطلعناها، وانا طبعا محضرة الشيرة ودرتها عليها، يعني محضرتها قبل ما اسوي الحلاوة، قبل ما اسوي الكنافة، وطبعا وزينتها بهذا الشكل بالفستق. طبعا هاي ابني قال لي اني خلي اساعدك، وهو اللي خلى هذه الفستق فوقها حبيباتي، يعني هو اللي زينها بهذا الشكل. واللي هنا ينتهي الفيديو مالتنا، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد على قناتي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم سالمين يا أحلى متابعين.